السلام عليكن ورحمة الله وبركاته طالباتي العزيزات، طالبات الصف الحادي عشر. ابنتي الحبيبة، درس اليوم الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هيا بنا نتعرف على هذه الأفعال وكيفية إعراب مفعوليها، ولكن عليك ابنتي الحبيبة بالتعرف على قيمة الأسبوع وقيمة الدرس. أذكركن طالباتي العزيزات بالاستغفار والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابنتي الحبيبة، قيمة هذا الأسبوع هي الكرم. قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، فكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد بلغ صلوات الله عليه وسلم مرتبة الكمال الإنساني في حبه للعطاء، إذ كان يعطي عطاء من لا يحسب حسابا للفقر ولا يخشاه، ثقة بعظيم فضل الله وإيمانا بأنه هو الرزاق ذو الفضل العظيم. عن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ابنتي الحبيبة، أوصيك بالكرم. قيمة الدرس: الاعتزاز بلغتنا العربية. ننتقل إلى الدرس. ابنتي الحبيبة، ميزي بين الأفعال اللازمة والمتعدية. أذكرك ابنتي الحبيبة بأن الفعل اللازم هو الذي يحتاج إلى فاعله ولا يتطرق إلى المفعول به، فهو يلزم بفاعله. على سبيل المثال: نام الطفل. فإذا الفعل هنا لازم لأنه اكتفى بفاعله وجاءت الجملة تامة. أما الفعل المتعدي هو الذي لا يكتفي بفاعله ولكن يحتاج إلى مفعول به، وقد يحتاج إلى مفعولين، مفعول به أول ومفعول به ثاني. فأقول: اشترى أبي هنا الفاعل هو الذي اشترى. أساسا نجد أن أساسا مفعول به، فإذا كلمة اشترى أو الفعل اشترى فهو فعل متعدي. وأيضا أصلح، من الذي أصلح؟ النجار. وما الذي أصلحه النجار؟ الباب. إذن أصلح النجار الباب، فأصلح هنا احتاج إلى مفعول به فهو هنا متعدي. اضطهد المقاتل شريكه. من الذي اضطهد؟ المقاتل. إذن المقاتل فاعل، واضطهد من؟ شريكه. فإذن شريكه مفعول به. فاضطهد وأصلح واشترى، كل هذه الأفعال هي أفعال متعدية. يا حبيبة، هيا بنا لنقرأ الفقرة التالية للوقوف على ما فيها من أفعال. عندما جاء الإسلام ظن العرب الدين الجديد عدوهم الذي يجب القضاء عليه، فاضطهدوا من دخله مؤمنا وصيروا حياة المسلمين جحيما، وما هي إلا سنوات حتى حول الإسلام جزيرة العرب أمة واحدة. ووجد المنصفون مبادئه السمحة خلاصا من حياة الطيش والضلال، ورأوا شريعته السبيل إلى حياة العدل والمساواة والرحمة. ابنتي الحبيبة، لاحظي معي هذه الأفعال الملونة. ظن، من الذي ظن؟ أحسنت، العرب. إذن العرب فاعل. هل هذا الفعل لازم أم متعدي؟ أي هل هذا الفعل اكتفى بفاعله أم احتاج إلى مفعول به؟ هيا بنا نلاحظ. ظن العرب، ما الذي ظنه العرب؟ أحسنت، الدين الجديد. ولكن الجملة هنا غير مكتملة.
بالفعل لابد من مفعول به ثاني. ظن العرب الدين الجديد عدوهم، إذن ظن لم تكتفي بفاعلها وهو العرب، ولكنها احتاجت إلى مفعول به أول وهو كلمة الدين، وأيضا مفعول به ثاني هو كلمة عدوهم. بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. ننتقل إلى المثال الثاني. صيروا، من الذين صيروا؟ أحسنتي. الواو هنا ضمير، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. ما الذي صيروه؟ أحسنتي، حياة المسلمين. ولكن الجملة هنا غير مكتملة، فلا بد من كلمة أخرى. هذه الكلمة هي مفعول به ثاني، إذن حياة مفعول به أول لكلمة أو للفعل صير، وجحيما مفعول به ثاني. ومن هنا يتضح أن الفعل صير فعل متعدي لم يكتفي بفاعله، ولكنه احتاج إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني. وما هي إلا سنوات حتى حول، من الذي حول؟ أحسنت، الإسلام. إذن الإسلام فاعل. ما الذي حوله الإسلام؟ بارك الله فيك ابنتي الحبيبة. حول جزيرة العرب. ولكن هذه الجملة غير مكتملة. بارك الله فيك. إذن الجملة أو الفعل هنا احتاج إلى مفعول به ثاني وهو كلمة أمة، فالفاعل الإسلام المفعول به الأول جزيرة والمفعول به الثاني أمة. وأيضا المثال، ووجد المنصفون مبادئه السمحة. خلاصا وجد، من الذي وجد؟ المنصفون. إذا المنصفون فاعل، والفعل هنا جاء مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. ماذا وجدوا؟ مبادئه. أحسنتي، هذه المبادئ تم وصفها بأنها سمحة، ولكن الجملة أيضا غير مكتملة، فلا بد من الاحتياج إلى مفعول به ثاني وهو كلمة خلاصا. إذن وجد هنا هذا الفعل متعدي لم يكتفي بفاعله وهو المنصفون، ولكنه احتاج إلى مفعول به أول وكلمة مبادئه ومفعول به ثاني وكلمة خلاصا. مبادئه خلاص. نأتي على رأوا، رأوا شريعتهم. أيضا رأوا هنا كما قلنا في كلمة صيروا، رأوا الفاعل هنا الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. ما الذي رأوا؟ رأوا شريعته. إذن شريعته، شريعة هنا مفعول به أول. السبيل إلى حياة العدل والمساواة، السبيل هنا مفعول به ثاني. لاحظي معي ابنتي الحبيبة أن رأى هنا ليس المقصود بها الرؤية البصرية، ولكن المقصود بها هنا الرؤية القلبية، فالرؤية هنا ليست بالعين ولكنها بالقلب. أيضا ابنتي الحبيبة، هيا بنا للرجوع إلى الفعل الأول. ظن، ما دلالة هذا الفعل؟ بالفعل هو يدل على الرجحان. إذن ظل، ظن فعل من أفعال الرجحان. أما صير، صير حياة المسلمين جحيما. إذن حدث تحول من حياة إلى حياة، فإذن هنا صير بمعنى حول، فهو من أفعال التحويل. وأيضا كلمة أو الفعل حول هو من أفعال التحويل. أما وجد ورأى هي أفعال يقين، إذن هي تدل على اليقين. هيا بنا ننتقل إلى القاعدة. من خلال الفقرة السابقة نستنتج ما يلي. هناك أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هي أفعال تفيد الرجحان كما المثال ظن وخال وزعم وحسب. أما أفعال الأخرى هي أفعال تفيد اليقين، رأى، ونقصد بالرؤية هنا هي الرؤية القلبية.
وعلم ووجد. أما أفعال التي تفيد التحويل والصيرورة، اتخذ وجعل، صير حول. هذه الأفعال تنصب المفعول به وتقوم بنصب المفعول به بعلامة، ينصب المفعول به لهذه الأفعال بعلامة أصلية هي الفتح في المفرد وجمع التكسير. ونقصد بالمفرد هنا مثل كلمة الطالب وغيرها من هذه الأمثلة، وجمع التكسير مثل كلمة الأطباء والتلاميذ والمساجد، كما ينصب بعلامات فرعية مثل الياء، وذلك المثنى وجمع المذكر السالم. المثنى كما نقول المعلمين، المهندسين، المهندسين، الطبيبين. أما جمع المذكر السالم فنقول المهندسين، المعلمين، وهكذا. والكسرة لجمع المؤنث السالم فنقول الفتيات، الطالبات، وهكذا. والألف هنا للأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة كما تعلم ابنتي الحبيبة هي أب وأخ وحم وفو وزو. والآن ننتقل إلى النموذج الإعرابي. واتخذ الله إبراهيم خليلا. كما تلاحظ ابنتي الحبيبة أن الفعل اتخذ هو من الأفعال التحويل والصيرورة، وهذا الفعل لم يكتفي بفاعله ولكنه تعدى إلى احتياجه لمفعول به أول ومفعول به ثاني، فيكون الإعراب هنا اتخذ فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما كلمة إبراهيم مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح، خليلا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. ووجدك عائلا فأغنى. أيضا كلمة وجد أو الفعل وجد هو من أفعال اليقين، والفعل وجد هنا هو فعل ماضي مبني على الفتح، والضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجد هو يعود على لفظ الجلالة الله عز وجل. أما الكاف هنا ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، إذن المفعول به ليس بالشرط، ليس بالضرورة أن يأتي اسم ظاهر، لكنه قد يأتي ضمير مثل الكاف في ووجدك. وعائلا هنا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. هيا بنا نجيب على التدريب التالي. حددي الأفعال التي تنصب مفعولين في الجمل الآتية مبينة معنى كل منهما ومحددة مفعولهما. رأيت التعصب معيقا للسلام الاجتماعي. أحسنت. رأيت، رأى هنا الفعل والتاء هنا الفاعل. التعصب مفعول به أول، معيقا مفعول به ثاني، ورأى هنا بمعنى، أحسنت، فعل من أفعال اليقين. جعل، من الذي جعل؟ الله، لأن الله فاعل. النهار مفعول به أول، معاشا مفعول به ثاني. وجعل هنا بمعنى حول. لقد اتخذ المسلمون العلم سبيلا لنهضتهم. اتخذ، أحسنت، اتخذ هنا فعل من أفعال التحويل والصيرورة. من الذي اتخذ؟ المسلمون. وما الذي اتخذه المسلمون؟ العلم، واتخذوه سبيلا. إذا المفعول به الأول العلم والمفعول به الثاني سبيلا. وجدت مساعدة الفقراء واجبا على كل قادر. وجدت، من الذي وجد؟ أنا. إذا التاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل. ما الذي وجدته؟ وجدت مساعدة الفقراء، إذا المفعول به أول مساعدة والمفعول به الثاني واجبا. ووجد
من الأفعال التي تدل على اليقين. مخطئ من يخال الرياضة مضيعة للوقت. يخال هنا أحسنتي فعل من أفعال الرجحان. يخال، من الذي يخال؟ هو، إذن الضمير مستتر تقديره هو. الرياضة مفعول به أول، مضيعة مفعول به ثاني. كما تحدثنا في الأمثلة، هيا بنا لنجيب الجدول. كما تلاحظي ابنتي الحبيبة اتخذ، ومعناها التحويل، مفعول به الأول العلم، مفعول به الثاني سبيلا، وجد تدل على اليقين، مفعول به الأول مساعدة، مفعول به الثاني واجبا، يخال تدل على الرجحان، مفعول به الأول الرياضة والثاني مضيعة. ننتقل إلى التدريب التالي. أدخل على كل جملة مما يأتي فعلا مناسبا من الأفعال التي تنصب مفعولين وغير ما يلزم. عندما أقول التجربة ناجحة، كما تلاحظي ابنتي الحبيبة أن هذه الجملة جملة مفيدة تتكون من مبتدأ وخبر. هيا بنا لنقوم بإدخال فعل من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كما في الجملة التي أمامك. التجربة ناجحة مبتدأ وخبر، يدخل عليها فعل من أفعال الرجحان أو اليقين أو التحويل، ويحول هذا المبتدأ وهذا الخبر إلى مفعول به أول ومفعول به ثاني. فنقول رأيت التجربة ناجحة. أيضا المثال الثاني، الصادقون ناجحون. نقول هنا أحسنت ابنتي الحبيبة، وجدت الصادقين ناجحين أو ناجين، عفوا ناجين. النهران متباعدا المصب. نقول هنا علمت النهرين متباعدي المصب. صديقك شديد الإخلاص. نقول أحسنت ابنتي، ظننت صديقك شديد الإخلاص. ذو الحاجة مشمول بالعناية والرعاية. كما تلاحظي كلمة ذو، فذو اسم من الأسماء الخمسة. عندما ندخل عليها فعل من الأفعال اليقين أو الرجحان أو التحويل، فنقول جعل، وهذا الفعل فعل تحويل، جعل الله ذا الحاجة. وأذكرك ابنتي الحبيبة أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، ولذا قال هنا ذا الحاجة، فالمفعول به الأول ذا، مفعول به منصوب بالألف. مشمولا مفعول به ثاني، بالعناية والرعاية. إلى التدريب الثالث. التدريب الثالث يقول أكملي الجمل الآتية بوضع مفعولين مناسبين في الأماكن الخالية. سير الماء، سير الماء الصحراء جنة. يحسب الناس المال أنفع من العلم. وجد القاضي، أحسنت، المتهم بريئا. يحول النجار، ما الذي سيحوله النجار؟ أحسنت، الخشب طاولة. رأت الطبيبة الطفلة مريضة. أنشئي فيما يأتي جملا فعلية يكون الفعل في كل منها متعديا لمفعولين
أصل هما مبتدأ وخبر واضبطهما بالشكل. عندما أقول حسب فنقول حسب الطفل النجم قريبا. كما تلاحظي ابنتي الحبيبة أن النجم قريبا، هذه تعد جملة قبل إدخال الفعل حسب، فنقول النجم قريب. وعندما أدخلنا حسب فنقول حسب الطفل النجم تحول إلى مفعول به أول منصوب، قريبا مفعول به ثاني منصوب. حول الرجل الدقيقة خبزا، إذن دقيقة مفعول به أول منصوب وخبزا مفعول به ثاني منصوب. قال المسافر السراب ماء. علمت الخير باقيا. علمت، التاء هنا ضمير مبني في محل رفع فاعل، الخير مفعول به أول باقيا مفعول به ثاني. ننتقل إلى التدريب الخامس. أعربي الجملتين الآتيتين إعرابا كاملا. حسبت المجاملة حافظة للود. حسبت، حسب فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، حسبت. المجاملة مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، حافظة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. للود باقي الجملة حرف جر، اللام حرف جر مبني، والود اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إلى الجملة الثانية. رأيناكم أعوانا للحق. رأينا، رأى فعل ماضي مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، كم ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. إذن رأيناكم مكونة من فعل وفاعل ومفعول به أول، أعوانا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. للحق، أحسنتي، اللام حرف جر مبني، والحق اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.